نجاح، أي نجاح هذا ينجح فيه رسول الله؟ إن رؤية الدم يا شباب تثير الدم، إن رؤية الدم تثير الدم. يعني لو تقدم إلي الآن أحد وطعنني وثارت دمائي، هذه الدماء التي أراها بعيني ستدفعني بأي سبيل من السبل للانتقام، أو على الأقل لرد الظلم والعدوان. فناهيك أن يرى الحبيب المصطفى دماءه تنزف، ومع ذلك يملك بقوة أن ينتقم من أولئك الغلاظ، يملك بقوة أن ينتقم من هؤلاء الجفاة. وعلى يد من؟ على يد ملك الجبال الذي أرسله الكبير المتعال ليستأذن سيد الرجال، وها هو جبريل ينادي على النبي الجليل. ينظر الحبيب إلى سحابة قد أضلت، فأرى جبريل عليه السلام ينادي عليه: يا محمد، إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. هيا هيا يا حبيب قلبي، انتقم، انتقم من هؤلاء الغلاظ، انتقم من هؤلاء المجرمين، انتقم من هؤلاء الكافرين الذين آذوك وشتموك وطردوك وقذفوك ورموك بالحجارة. هيا هيا لتكون عبرة لكل الكافرين، هيا لتكون عبرة لمن يعتبر. لا لا، هذا شأني وشأنك، وهذا حالي وحالك. أما حال من أرسله الله رحمة للعالمين، أما حال من جعله الله رحمة للعالمين، فالعفو والحلم والصفح والكرم والدعاء والدعاء. ملك الجبال ينادي: يا رسول الله مرني. الله أكبر، مرني. لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبلان عظيمان، الأول يقال له أبو قبيس والثاني يقال له الأحمر. هيا يا رسول الله مر ملك الجبال بكلمة واحدة، قل افعل افعل. والله لو قالها المصطفى لسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بأقصى الطائف، وإنما ليراها أهل مكة بمكة على بعد 70 كيلومترا، ولكنه خرج وهو لا يعرف الانتقام، خرج وهو يحمل في قلبه الأمل، خرج وهو يحمل في قلبه ربيعا يتنفس كل صباح. فيرد على ملك الجبال ويقول: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أي جاهل على وجه الأرض يتهم النبي بالفشل في رحلة الطائف أو في غيرها، وهو درس لا يقدر على استيعابه إلا الكبار، لا يقدر على استيعابه إلا الكبار، لا يقدر على استيعابه إلا أصحاب القلوب الكبيرة التي قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. لا يا ملك الجبال سيدي، والله إني لأرى رحلة الطائف أنجح رحلة دعوية عرفتها الأرض، والله إني لأرى رحلة الطائف أنجح رحلة دعوية عرفتها الأرض. أكررها للمرة الثالثة: والله إني لأرى رحلة الطائف أنجح رحلة دعوية عرفتها الأرض. ولذا ما جاء التكريم من رب السماء والأرض للمصطفى إلا بعد رحلة الطائف. والله ما دعاه الله ليصعد إلى الملأ الأعلى ليكلمه ربه العلي الأعلى إلا بعد صبره في رحلة الطائف. وكأن الملك أراد أن يقول له: يا محمد، إن كان أهل الطائف قد طردوك فإن ملك السماء والأرض يدعوك. أي نجاح! كان الإسراء بعد الطائف، وأنا أقول واسمع اللي أقوله وأنا عما أقول،
إن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن نصرة للدعوة بل كانت محنة للدعوة، وإنما كانت رحلة الإسراء والمعراج نصرة لصاحب الدعوة. خلي بالك من الكلام ده، لم تكن رحلة الإسراء نصرا للدعوة بل كانت محنة على الدعوة. فقد فصلت، أنا أشمل لكم 193 محاضرة، كانت نصرا لصاحب الدعوة. يلا إلى السماوات العلى، الله أكبر، إلى حضرة الحق لتكلم الملك، ليكلمك الملك، لتحمل بالمنح والعطايا بأعظم هدية من الله للأمة بالصلاة. بل ما نال النبي الإمامة إلا يومها، والله ما عرفت إمامة المصطفى إلا بعد رحلة الطائف، والله ما نصب إماما للأنبياء فصار الإمام الأعظم إمام الأئمة إلا بعد رحلة الطائف. ويرجع الحبيب ويخطط المشركون لقتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويأذن الحبيب لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة النبوية الطاهرة ويلحق بهم رسول الله، وهنالك يبدأ عهد جديد، يبدأ عهد جديد، نعم، يستقبله الأنصار الأخيار الأبرار، ولا أستطيع أن أتوقف عند كل جزئيات هذه المرحلة. يستقبله الأنصار الأطهار الأخيار الأبرار خير استقبال، بل أنزلوه وأصحابه في